التفضيل هذا البنات عاوتاني هنا بلا فيرني، وبغيت نوريه لكم بالفيرني حتى نتوما تعرفوا اشنو كاين. هذا تيجي البنات كوليس، ها الزواقه تجي للوسط، هاد السكاي اللي شفنا بيوت النعاس سكاي، هادي ديال جوج بلايص او بيت النعاس كامل بكوافوز كبير وجوج صغار. بنات ها هو بلا فيرني، هذا عاوتاني راه مفيرني السكه اللي هي دغيا تتمشي للبنات. الجلد ديالو كيفاش تجي بالنسبه لهذا الموديل ديال الماريو هادو بالبلاكارات البنات، خوشه فيها البنات. هادي ديال بلاصه وحده تبقى بصبر. بالنسبه للعوده البنات ها هو مازال ما مفيرني ما تش ديال البنات، عاوتاني ناموسيه ديال بلاصه وحده تتبقى بخنات. هنا راه دوز ليه الفيرني هنايا، ها نتوما الكوافوزات كيفاش يجيو ماريو تيجيو البنات بالمجوره. الثمن ديال هادي شوفوا معايا، هاد الخشبه البنات راه ديال الشوك، هنايا راه مفيرنين كوافوزات. هذا اخر ثمن ديالو تيبقى لكم. للمتتبعين ومتتبعات القناه ديالي كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هنين. كنتمنوا نتوما تتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم نهار جديد فيديو جديد، نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. اليوم البنات جيت نشارك معكم بيوت النعاس ديال الخشب لي سالامونجي، محل اللي هو فيه سلعه مخلطه البنات. دير حتى السورد بالنسبه لبيوت النعاس بالنسبه لي طابيسي. المهم خليكم معايا حتى الاخير، ما تنساونيش غير باللايك والبارطاج مع الاحباب ديالكم باش كلشي يستافد ان شاء الله. المهم هذا المحل تيحل السيمانه كامله، نهار الجمعه اللي ما تيحلوش، تيخدموا البنات من 9 ديال الصباح حتى 7 ديال العشيه. المهم غير ما تنساونيش باللايك والبارطاج مع الاحباب ديالكم باش كلشي يستافد. وإلا كنتي أول مرة تشوف القناة ديالي ما تنساش تشارك فيها وتخلي لي شي لايك وشي تعليق زوين. يلا نبداو على بركة الله. البنات نوريكم غير الجديد اللي جاب دار بيوت النعاس ديال البلاصة، موديلات جداد ديال جوج بلايص. المهم أنا نشارك معكم كل شيء، خليكم معايا. ودير حتى داير واحد السولد في بالنسبة للناموسية ديال طابيسي ديال ديال بلاصه وحده. المهم خليكم معايا. المهم نبداو باول بيت النعاس هو هذا اللي يلا حطو دابا حاليا، تيجي البنات عامر الخشب ديال الشوك. ها نتوما شوفوا معايا الخدمه كي دايره، هادشي راه منقوش فيها. المهم هادي الراس ديال الناموسيه، ها نتوما كيفاش يجي الراس ديالها، تيجي عامر والخشب اللي غونفلي البنات. ها نتوما شوفوا معايا الموديل ديالها كيفاش يجي، هادي ديال الراس وهادي تتجي لتحت. هانتوما الشكل ديالها، تتختارو نتوما واش بغيتو البيستولي ولا الفيرني ديالها. عاد كاين هذا ديال الكوافوز، هانتوما بنتي شوفو معايا، هذا هو ديال المرايا. المهم المرايا على حسابكم نتوما. وكاين ماريو البنات شوفوا معايا الخدمه كي دايره، ها نتوما الخدمه ديال الماريو تتجي فيها هاد النقشه هادي. ياك هذا مكمول خصو الفيرني ولا البيستول؟ ها نتوما تيجيو فيه اربعه ديال البيبان، جوج طاجيرات ولي الوسط تيجيو علاقات. ياك شوفوا معايا البنات، شوفوا معايا ديزاين ديال الكوافوز، تيجيو فيه ثلاثه ديال المجوره. ياك عاد الفوق اي شوفوا البنات هانتوما راه هنايا مجرته هو مازال ما دارش البواني ديالها. شوفوا معايا هذا كوافوز كبير تيجي، هانتوما كوافوز صغير تيجي على هذا الشكل، فيه ثلاثة ديال المجورة. بالنسبة للكوافوز الصغير شحال فيه العبار؟ هذا تفلي 50، 50 على 50 على 50 على 36 فيه، 50 على 36 والكبير ديالو 96 على 40، 96 على 40. ها نتوما الصغير جوج تيجيو جوج كوافوزات صغار وواحد كبير. الماريو ديال أربعة ديال البيبان، بالنسبة للماريو العبار ديالو شحال؟ 2 متر و 16، 2 متر و 16 على جوج متر وعشرة، على جوج متر وعشرة البنات. الناموسية متر وستين، متر وستين البنات. والكادر ديال المراية تيجي على هذا الشكل هذا.
بالنسبه لهذا بيت النعاس كامل شحال تيبقى لينا؟ تيبقى 7500 درهم. 7500 درهم بالنسبه للفيرني. بالنسبه للبيستولي، البيستولي كتزاد فيه واحد 1000 وتتبير درهم. 26000 ريال. بغيتو البنات تديو الفيرني 150، بغيتو البيستولي تزيدو 26000 ريال على 150000 ريال. موديل اللي هو زوين وخدمه اللي هي صراحه متقونه. المهم كاين هاد بيت النعاس، هذا كاين هذا، شتو هذا عاوتاني موديل جديد بالنسبه للماريو، شتو هذا تيجي البنات كوليس. هانتوما شتو الخدمه، هذا تيجي البنات الليزر. شوفوا معايا هاد الزواقه تجي للوسط، هانتوما هنا تيجيو على لق وهنا تيجيو على جوج جهات مجوره. بالنسبه للعبار شحال فيه؟ كاينه 2 متر و10 وكاينه فيه 2 متر، كاينه 2 متر و10 وكاينه 2 متر. وبالنسبه ل العلو، جوج متر و6 بالنسبه للعلو البنات. بالنسبه لهذا الماريو اللي تيجي كوليس، شو معايا الديزاين ديالو كيفاش يجي. هانتوما كاينين الكوافوزات ديالو تيجيو على هذا الشكل، هذا الكبير ديالو، كاينين الصغار، هذا الكادر ديال المرايا البنات. هانتوما الشكل ديال الماريو، عاد كاين الراس ديال الناموسيه، شتو هذا موديل ديال بيت الناس. هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا تقريبا 160 بيت النعاس كامل. واللي بغى غير الماريو 4300 خلينا 86000 ريال البنات بالنسبه للماريو اللي تيجي سكا. عطيتكم العبار ديالو بالنسبه لهذا الموديل. هذا بالنسبه لهذا الموديل ديال الماريو اللي بغاوها، اللي بغى الماريو بوحده هذا تيبقى 4000، هذا ب 80000 ريال بالنسبه للماريو ديالو بوحده البنات. هذاك من قوس العود هذا، وريتهم عن قرب الموديل هذا. هذا بالنسبه لماريو بوحدو، هذا شتو ديال السكه. هانتوما هذا عاوتاني راه مفيرني، السكه اللي هي دغيا تتمشي البنات. هانتوما شتو، هانتوما الخشب ديالها كيفاش جاي، خدمه اللي هي متقونه. بالنسبه لهذا الماريو هذا، هذا تيبقى ب 3500، لا 70000 ريال بالنسبه لهذا. هاد تجي في هاد الزواقه هادي من ماشي لاصق بالروبو، زواقه في العود، في العود البنات راه منقوشه عليه. هانتوما شوفوا شوفوا الرجل ديالو كيفاش تجي، شوفوا الرجيله. هانتوما شي حاجه اللي هي متقونه وتيجي عالي من الارض. بالنسبه لهذا 70، كاين باقي بلا فيرني، جوج شوفوا هذا جوج ب 70000 ريال البنات. نشوفوا بلا فيرني، تشوفوا الخدمه البنات، ها هو بلا فيرني. ها انتم الخدمه ديالو، هذا تيبان غير خشب، شتو هذا 70000 ريال. شتو معايا الخدمه ديالو، شتو البنات هذه راه النقشه فيه. الموديل هذا البنات عاوتاني تا هو عاد دارو ديال فيرزاتشي. شو بالنسبه قال لي راه الفوق مازال ما كملوش، مازال ما ركبوش البنات على هاد الشكل هذا. شتو هذاك هو الموديل. ها نتوما هنا بلا فيرني، وبغيت نوريه لكم بالفيرني حتى نتوما تعرفوا اشنو كاين. ها نتوما الشكل ديالو كيفاش يجي بالمجوره، تيجيو 4 ديال البيبان. شو الشكل ديالو البنات، الفيرني اللي هو زوين. ها نتوما الخدمه كي دايره، تيجيو فيه الفيزاكرات اللي لداخل. شتو معايا الخدمه. ها نتوما الموديل. بالنسبه لهذا الشابو هذا اللي مازال ما دايروش هنايا، ها هو يجي هكا كامل. شتو معايا بالنسبه لهذا البنات، غير الماريو ديال هذا داير 4200. بغيتو بيت النعاس كامل، انا نوريكم الكوافوزات ديالو مصايبين. الشابو ديالو البنات ها هو فين مصايبينو، غير مازال ما تعلقش. ها انتما الكوافوزات.
الحوزات ديالو تيجيو على هذا الشكل هذا. يلاه تيفيرني وهنايا هانتوما ها الراس ديالنا موسيا تيجي على هذا الشكل هذا، شفتوا معايا الكوافوز ديالو الكبير راه هو اللي تيتفيرنا لهيها هانتوما، شوفوا معايا هنا هانتوما شي يلاه تيتفيرنا هنايا باش حيت هو اللي تيصايب هادشي البنات ما تيشريهش طالع. بالنسبه لهادي ديال فيرزاتشي شحال الثمن ديالها بيت النعاس؟ تيبقى 6500 درهم حيت فيه الماريو فيه المجوره. وبالنسبه للعبار ديال الماريو شحال فيه؟ 2 متر و16 على العلو ديالو 2.30 ناموسيه متر و60 ولا متر و40 اللي بغا اللي بغيتو بحال الثمن بحال متر و40 بحال متر و60. الموديل هذا ديال هاد الماريو هادو بالبلاكارات البنات تيجيو هاكا ها نتوما الماريو تيجيو جوج جهات فيهم طاجيرات وواحد فيه طاجيره وفيه فين تعلقوا حوايجكم. تيجي البنات سكا فيه 3 ديال البيبان. بالنسبه لهذا الخدمه ديالو شحال؟ ماريو بوحدو تيبقى ب 6200 6200 درهم 124 الف ريال فيه الماريو البلاكار ديالو ياك ماريو بلاك اييه. وبالنسبه للبيت النعاس ديالو كومبلي بحال اللي غادي طيح عليهم حسبوا لهم الثمن ديال البنات عاوتاني ناموسيه ديال بلاصه وحده تتبقى ب 15000 ريال اللي هي 750 درهم ها نتوما ديال الشوك الفيرني اللي هو صراحه زوين شتو هذا ديال بلاصه وحده. البنات حتى هي ديال 750 درهم ديال بلاصه وحده ها نتوما. ندوزو الموديل اخر بالنسبه للعود البنات ها هو مازال ما مفيرني ما حتى شي حاجه شتو في نقشه اخرى عاوتاني نوريكم نقشه اخرى عاوتاني يعني ب 17000 ريال البنات. هادي واش فيه ولا لا منقوشه؟ هادي منقوشه فيها البنات هادي ديال بلاصه وحده تتبقى ب 17000 ريال. الموديل هذا البنات ديال بيت النعاس هانتوما تيجي تا هو كوليس هذا موديل جديد. بالنسبه للعبار ديال الماريو شحال فيه؟ 2 متر و10 العلو جوج متر و6 بالنسبه للعلو هانتوما الناموسيه 1.60 ولا 1.40 فيها؟ لا ماشي مشكل بحال 1.60 1.60 ولا 1.40 المهم نفس الثمن. هانتوما الكوافوزات ديالها كيفاش يجيو عاد الكادر ديال المرايا. بالنسبه للماريو ديال هذا شحال الثمن ديالو؟ وحدو 80000 ريال بالنسبه للماريو ديالو. هانتوما هنا تجي علاقه وفيها طاجيره والجهه الاخرى هنايا تيجيو طاجيرات على جوج جهات هانتوما شوفوا معايا هاد الخشبه البنات راه ديال الشوك. بالنسبه للبيت النعاس ديالها شحال دايره؟ هادي تبقى ب 7000 هادي ب 7000 درهم بالنسبه للبيت النعاس والماريو بوحدو ب 4000 درهم. كاين هذا 6500 شوفوا معايا هذا 6500 درهم هانتوما هنايا راه مفيرنين كوافوزات تيبقى ب 72000 ريال والماريو 72000 ريال هانتوما ها الراس ديال الماريو ديال الناموسيه شتو هادي تتجي منقوشه فيه منقوشه فيه هذا ما راكبش البنات راه منقوشه فيه والعود ديال الشوك وتيجيو هادو السكه فيه طاجيرات والوسط هانتوما تجي فيه علاقه هنايا شتو معايا هانتوما فاش تفيرنا بان واعر البنات شتو والثمن ديال هذا 72000 ريال وبيت النعاس 6500 درهم البنات. وريتكم البنات الماريو بوحدو شحال قلنا اليوم؟ 4200 هانتوما هادي تجي فيه لاصقه هاد اللعيبه هادي اللي منقوشه وتجي هنايا في هاد الزواقة هادي. المهم هذا تيبقى لكم ب 84000 ريال غير الماريو ماشي البنات. كاين هاد الماريو هذا بوحدو شحال داير؟
كيبقى 56000. 56000 ريال العبار ديالو. مترو 60. مترو و 60 والعلو. العلو فيه 32. 32 تيجيو فيها البنات المجورة. شوفوا معايا وريتكم هنايا باش تشوفوا الخشب بلا فيرني باش تعرفوا حتى نتوما اشنو غادي تديو. شفتوا معايا وبيت النعاس ديالو هذا تيبقى 110. 110 تيجيو فيها البنات الماريو بالمجوره بالكوافوزات بالراس ديال الماريو. انا نوريه لكم البنات هنا راه دوز ليه الفيرني هنايا. ها نتوما الكوافوزات كيفاش يجيو. ها نتوما الناموسيه بعد ما تفيرنات بانت واعره البنات. تجي هاد ارابيسك هنايا. شفتوا معايا الخدمه. ها نتوما شفتوا الماريو الراس ديال الناموسيه والماريو تيجيو البنات بالمجوره. الثمن ديال هادي 5500 درهم بالنسبه لبيت النعاس كامله. وريتهم الكوافوزات يجوا على هذا الشكل. هذا البيت النعاس كامله البنات. هذه قال لي غير 5000 درهم بالنسبه لهذا الموديل هذا ديال الماريو. النقشه تجي في الماريو وشوك هذا شوك. ها نتوما الراس ديال الماريو تيجي على هذا الشكل. وعاد هذه تجي لتحت. شفتوا معايا هادي تتبقى لكم ب 5000 درهم. واللي بغى غير الماريو نحسبوا لي ب 2500 2400 خليه 2400 درهم بالنسبه غير الماريو. والعبار اللي فيه مترو 60. مترو 60 بالنسبه للارض. وكاينه هاد النقشه هادي انا تنوريكم البنات غير الجديد. كاين هادي شفتوا هادي راه مازال جديده هاد النقشه. وكاينه في الخشب شتو معايا بالنسبه لهذا شحال داير ماريو بوحدو. اييه تيبقى 3500. 3500 درهم. بالنسبه للعبار في 2 متر و10. 2 متر و10 البنات. والعلو العلو 2 متر و10. 2 متر و10 على 2 متر و10 وتيجيوك. وبيت النعاس ديالو بالنسبه لهاد الزواقه 6000 درهم. 6000 درهم بالنسبه لهذا البنات. شتو معايا كاينين البنات عنده حتى الناموسيات بالنسبه ل البنات بيوت النعاس هادو عاوتاني شي حاجه زوينه بالنسبه لهذا. شي يقولوا لها التوب هذا سكاي. سكاي شتو البنات هادي ديال جوج بلايص فيها غير ناموسيه ما فيهاش لا كوفوزات لا والو. الكوفوزات ديالها كاينين ياك. الثمن ديال هادي شحال؟ هادي سامبل 1300 باش كتبقى 26000 ريال البنات ديال جوج بلايص. مترو 60 ولا مترو 40؟ لا مترو 40. مترو 40 ب 26000 ريال. مترو 60 زيد عليها 100 درهم. ويلا بغاو بيت النعاس كامل بكوافوز كبير وجوج صغار بلا ماريو الناموسيه ولا كوافوز غير الماري غير الناموسيه بالكوافوزات صافي تبقى لهم 2600. 2652000 ريال. ولا بغاو الماريو الماريو ديالهم راه ديال 3500 غادي ياخذوه في الشوك الماريو ديالهم ياك. وفات بهذا ها نتوما سمعتوا الاثمنه بالنسبه لهذا البنات. كاينين ديال بلاصه وحده كاين هاد السكاي اللي شفنا في جوج بلايص كاين البنات في بلاصه وحده. الموديل هذا عاد حطو دابا حاليا هذا اخر ثمن ديالو تيبقى لكم ب 52. شوفوا معايا الخدمه كيفاش تجي. هذه راه منقوشه فيها الناس 6 ديال الكراسه طبله تجي على هذا الشكل هذا اللي هي مقنته كراسه ها الموديل ديال الكرسي. هادو البنات راه ما فيرنيش تتختاروا نتوما الفيرني اللي بغيتو. تتبقى لكم ب 52000 ريال اللي هي 2600 درهم بالنسبه لهذا الموديل هذا ديال هاد سالامونجي. شو الموديل ديالها كيفاش يجي. هاد الزنقه هادي تيقولوا لها زنقه تصحاب النضادر المدخل ثلاثه ياك الباب ثلاثه. ها نتوما
اطلعوا مع هادي، انا راجعه عندك انتم. اتلقاو هنايا محبوب السي محمد، غادي تطلعوا مع هاد الزنقه هادي انتم، ادوروا من هنايا شفتوا. بالنسبه للمحل البنات غتلقاو هنايا نظارات بهلول، شوفوا معايا هذا هو النجار شفتوا، هذا هو المحل، المحل رقم 58 بالنسبه للمحل. يلا بسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.